السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي شرفت كسو قيب كشي حفلة دن بلاران أين كسو دوين إنو قدوميها كلها وكيلة دا سومالي لان أهنا قدوميها حسب قرنكا وداني سومالي لان إساقي وفتقيسي وحن لين كسو دوادا كولومبوس وحي مهدو سقناتي رب سبحانه وتعالى وحن مهد لبات سينا يا مرتي شرف تكسو غيب كشي اي سقتي ميستي دفع ربضان كولومبوس اوهايو ناشفيل تنسي انديانا ميشيغان يستي دكا كنتاكي اذو فربضان دمانتي وسلامتين وحن كوب بلعبان دونا آيات ديني قرانكا شيخ احمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أدوى الشيخ الله ينقانا فما أيضا قرانك حفلتنا واحد يحرني يعني قوف اسم حاتك لقويا إن شاء الله مركان سكين برا دمانتي به هذا نوع حكسر دويني يا إنك استوى وقت نقول لي يا يد القاتة قدوميها حسبك وداني استيد أوهايو عبد الفتاح محمود علي ولا علي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مروين يا مدن يا مرقر عندك السلام يا سلام تسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرقر لباد وحين سود وين إن مرتيد الشرف عليه وهو جامين قدومي إن بارلمان كا أنا قدومي حسب قوتنا مدن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عيره. أنت كبعد يعني وحن كلام هاد علني دمان مرتي شرفت قيبي إذا كلا ديونا كسوة قيب قال حفلة دين قرحت بدن له وقت قد كسوة هرينا نجلس دويا مرتي ذا قرب كهوين كذا اللي يرادا سلاطين تسياسين تا لما قيبي بنشيد كلا ديوا عن وكم هاد سنتين يو مسؤولين تستيدا ديا تاجريش استيدا ذا كلا نقيمي وكم هاد سنتين سيدا في عنا نص أشيفتين كسوة قيب كشان حفلة دين قدومي هتان حوا وربحينا كاسيو كلام بسوهايو حسب قوتني إن هاد بمر وقت بمرية هاد وح مرية إن هاد بمر بمرية مرحلة هاد مر في عبو مرية أنت عن حفيز قيمي كل وحى يا بنا بنوقف سومي وعن سكوت دنينا نسومالي لان شعب جاي بري الله قلبت سيدنا نحن الله هين مركا مر في عنا وين مري سامري أنا كل دوا ولا قصوت إن شاء الله. كل واحد شري وحياة بنا بنا قرشوا إسنا
abaarihii oo kale intaanu jirnay kulli waan ka qayb qaadanay baana ay dalkeena ku dhuftay waxa kale aanu ka qayb waxyaabo badan oo xisbiga dan ugu jirto ayaanu ka qayb qaadanay marka gudoomiye waxyaabaha noo qorsheysnaa waxaan doonaynaa insha Allah wax xisbiga ku najixi doono insha Allah mid labaad waxaan noo qorsheysan doorashada marka la galayo inaan muraaqibinta u diyaarino Mareykan Columbus Ohio si ay uga qayb galaan doorashooyinka مر لبادي مر ستحاد أن قدوم يو وفتي سعروس أن لا يسوع دوادا مسؤولين تا ميسان كعروس لا حلبان ندا يو سياسيين تا ميسان كعروس لا واحد لا مر لبادي مر ستحاد سوء دوادا سوء دوادا شكرا نوي نوفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوم يا دي أطول ما أتصلت هاي هذا الله بيم عليه أتريد هذا هو حكسر دويني قدوميها تنسي أنا حريريها حسبك وطني أي يونايتد ستيتس يوسف عبد الله هرسي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان تدوينها قيمة هي شرفت عليها حفلة عاوز قيمي إن علماء إن مذا حدا سياسيين تا إن علماء مذا وحجارات كا أغنية هنكا سلادين تا وحكو سلام يا سلام تا إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلام بعدي إن مركب هو رئيسة إلهي بقى مهضلة وعاوز وكان كياني حفلة دن inagu ka kalanimay adduunka dacalladiisa ilaahay baa mahadle marka uu wareysa marka xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waftiga miisaanka leh heer sare ah maxayde heerka qaran ee halkan lagu yimid inagu soo booqday Mareykanka Hebreyan ba ku bixinayay safarka Mareykanka uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مركز حلتا وحنو ما هذا علينا يا قبل كواهايو مسؤولين تحس بقوضاني وقوه الرئيو قدومي عبد الفتاح يا دمان قدو ذا اكساكتفكا سيدا قيمة عليه اي وقع يبقاتين نوسوق مقابية الحفلة دن يا دمان intii ka sii say gacan iday tahay dhaqaale iyo iday tahay arimba waliba gaar ahaan dumarka aad iyo aad ayaan magaranaysaa ugu mahadcelinayaa oo marka saba dumarka reer Soomaaliland ama dumarka xisbiga wadani taageera marka saba la'aantood aynaan socon karin marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka xigta waxaan u mahadcelinayaa gobolka Tanaasi oo kasoo qayb galay xafladan oo iyaguna maxay ahayto qabanqaabada iyo maxay tooyeen isku dubriidka reer gobolka Ohio kala qayb qaatay in oo halkan ay ku wada qabanqaabiyeen xaflada oo runtii aan kamid ahaa oo ahay gudoomiyaha gobolkaas oo aan hoggaaminayay delegationka reer Tennessee oo dhalinyaro aad u firfircoon iyo gudoomiye ku xigeenka dhammaantood baan halkan ku joognaa caawa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale mahadcelinayaa dhammaan gobolada kale ee Indiana ka mid tahay iyo inta kale aan halka ku magacdhabin baa aad iyo aad baan iyaguna ugu mahadcelinayaa halkan caawinaya xafladan ugu qayb qaadanaya aad baan ugu mahadcelinayaa mahadcelin kadib runtii kale hadalka badan maayo caawa waqtiga oo markii hore ay magaraysaa xogay naga yar dib dhacay awadi iyo delegation ballaaran oo caawa iyagu noo jeedin doona wixii aan magaraysaa aan magaca jeclayn in caawa maqallo laakiin waxaan jecelahay in hal kelmad ka yiraahdo qurbajoogtaas aan u hadlo runtii waddankeena waxaan u baahanahay isbeddel runtii waxaan maleynayaa taas inaan qofnaba ka qarsoonayn isbeddel degdeg ahna waddankeena u baahan yahay waa ogeydeen haddii aan soo qaato dhacdooyinkii u dambeeyay waa ogeydeen oo bixiyay waddanka maalintii dhowto waa ku leenayay badaha runtii waxay ugu leenayaan waxa weeyaan waxay ka dhamaatay
inay ku dhacdo raj la'aan ama ay magaraysay wadanka ay ka qoostaan inay isla rajayay ka soo jeeda markay jaamacadaha ka soo baxaan markay waqti dheer u soo maraan inay runtii magaraysay niyad la'aan ee xumadii ay la madlumaan ay badaha galaan ee taasuna waxa keenaysa runtii ee maxay ay tahay ee maamul xumada in ay hadda magaraysay wadankeena ka jirta ee taas waxa runtii waliba daliil u ah aan kood garaynaya xildhibaan Cabdiqaadir Jidde oo speech ka jeedinayay Ingiriiska ayaa ahay asagoo markii miisaaniyadda gobolka markii la dhisinayo kala sanadlihii oo kale iyo qaybo noocaas ka hadlaya inuu gudoomiyaha ee shaqaalaha ay maalin weydiyeen sida ay shaqaalaha u hayrgareeyaan oo uu sheegay in 368 arday oo grade A ku soo wada baasay oo haddana aan imtixaan soo marin ina toos loo soo shaqeeyay kadibna la ogaaday inay dadkaas imtixaan soo marin markay taa la ogaadeyna la yidhi maxaa la sameeyaa dan ay noqotay in la yidhaha imtixaanka dib ha loogu celiyo taasaa kalifaysa in ay maxay haytoy ay caruurteenu ay magaraysa badda gasho haddii wixii cadaalad la waayo haddii sharciga la raaci waayo waxa weeyaan waxa lumaya wixii kala dambeynta la oran jiray oo dhan ayaa lumaya marka runtii isbeddel baynu baahannahay asa inaan ka qayb qaadano wadankeena isbeddelkiisa haddii ilaahay yiraahdo waxaa jira maalinin odaya oo aan saaxiibanahay oo u shaqeeya kambani ayaa waxay isu raaceen waxa qoladan work unionka ayaa waxay sameeyeen inay u hayr kaxeeyaan markay waxay u sameeyaan sanadkiiba inay u sameeyaan conference ay sameeyaan inay ogaadaan sida ay dareemayaan dadka shaqaalaha iyo bal xuquuqdoodii halka maraysa inay xuquuq laga hadlo un bay hay waxay ku leeyihiin 4000 sano ah ayaa waxa la yiri markii uu xuquuqda iyo shaqooyinka laga hadlo una hay ayuu markii ugu dambeeyay waxa ku gabagabeeyay waxa aad ogtihiin inay wadanka Mareykanka ay ka socdaan waxay ahaydeen doorashooyin rag badan baa tartamaya nin baa ku dhex jira doonaya inuu dadka kala dilo ama diinta ama magaalada haddii dadkii aan hoggaamin karaan wadankii ama kalar baa noqoto marka runtii wuxuu markaa uu yidhi ninkaas waa dram organizer marka sidii daraadeed soo waxay ugu sheegayeen marka dadkooda sidaas dalkooda ayay danaynayaan marka waxa weeye runtii inaan dalkeena danayno oo saas oo kale uga qayb qaadana ayaa runtii oran lahaa waana mahadsan tihiin hadalka waxaan ku dheereeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inkastood gudoomiye qaadatay mirado badan aan lahayn insha allah bismillaahi kariim aad baa mahadsantahay haddana waxaan idin wareejinayaa bismillaahi kariim delegate-ka oo inoogu horeyso aasha Hazi Yusuf Mareykan welcome aasha bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa sayidina muhammadan wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim tasliiman katiira dhammaan aqoonyahanka dhallinyarada haweenka madaxda xisbiga culimaaudiinka cuqaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa horta noo farxada in aanu caawa ilaahay qadaro inaynu halkan ku kulanno madashan quruxda badan waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii sida sharafta leh ee qadarinta ku jirta noogu soo dhaweeyey madaarka ilaa iyo caawa danaynu joognona gacanta nagu haya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jazaakum allaahu khayran katiiran ayaan leenahay ilaahay ha idinka jisaaysi sida kuwa haystaan baa runtii waxaanu nahay wafdi ballaaran oo ka socday xisbiga wadani uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan dirro xildhibaanaanu leenahay saraakiil sarsare oo xisbigaabaanu leenahay inkastoo dee kullayba meel kasta annagu waan ku yarnahay ee haween keligayaan kala socday laakiin dee waxa weeyaan wafdi ballaaran baan runtii ahayn waxaan doonayaa inaan dee qaybtii haweenka uun ka yara hadlo inkastoo la yidhi soo koobo hadalkanana lagu cidhiidhiyey haweenka waxaan ugu bushaaraynayaa in xisbiga wadani ay 30% inoogu ballan qaaday iminkana shadow ministeriska aynu laba ku leenahay oo ay yihiin shaqada iyo arrimaha bulshada xoghayaha hindaa jaamac gaane
iyo codba ku taageeraan xisbigan oo dantu inoogu jirto haddaynu haween ka nahay qurbaha awl baa haween baa hormoodka horumarka dalka haday wada tahay haday dhaqtar tahay haday iskuul tahay markastaba dadka ay dhaqaalu ka soo baxo waa haweenka rag wax badan ma bixiyaan waxa weeyaan de maxay tahay ahimilaya hanno waan u leenahay siyaasadda oo de ayad quraan lagu may soo degin oo may oran ma gali kartaan taasna diinti waan idin la barano way nalo ogol yahay intii aan madaxweynaha ahayn kaana uma socono laakiin intii diintu noo ogoshahay waan idin la qaybsanaynaa haweenka waxaan idin sheegayaa in haweenkii horta farabaas lagu hayay oo wadankii qolo RRU la yiraahdo haweenkii loo diro oo u dhacaan guriyaha inay la baxeen inaan lagu haysto waxa soo dhaweysay xisbiga wadan ilaa imika inantii way xidhan tahay saado jaamac aadan saado dheer haddii dambi lagu haysto dee waa sax xal la keeno maxkamad laakiin gabadhaasi waxaan cod dheer ku leenahay haddaan nahay garabka haweenka ee xisbiga wadani ha loo soo celiyo xurriyadeedii diintu may bannayn in saq dhexe gabadh hurudda gurigeedii inta loo dhaco 20 nin lasoo dhex fadhiisiyo iyadoo garbasaar la oo ilaa hargeysa lasoo qaado waxaan ka codsanaynaa hadday dambi leedahay gabadhaasi in dambigeeda lagu qaado oo dadka loo sheego dadweynaha shacabka reer Soomaaliland haddii kale xurriyadeedii si degdeg ah loogu soo celiyo awl basidii aad u taageeri jirteen haweenkow waxaan idinka codsanaynaa maanta in yar baa inoo hadhay doorashadii 10 bilood baa inooga hadhay 10 bilood waxaan doonaynaa inay isla garab taagtaan oo aad ku u hurtaan sida horeba ugu huri jirteen dhaqaalaha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa dhaqaale 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 waayo xisbigu wuxuu ku socdaa waa dhaqaale sida gawaadhidu shidaalka ugu baahan tahay ayuu xisbiguna dhaqaalaha ugu baahan yahay marka dhaqaalihii idinka haya codkii haddaa nala soo gaadhi weydaan de dollarka waa nala soo gaadhaystaan marka hadalkiintaasaan ku soo gaadhinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saabka saabka aad baad maasantay caasha adana waxa ay sugnaa waa kayse Cali Geedi tafadal kayse aan rahim marka hore isla waxaad ugu salaamayaa salaanka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaanka dib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa reer Columbus sidii fiicnayd aan noo soo dhaweyseen ee waqtigiina ugu horteen waqtigiina qaaliga ahaa aan noogu horteen aad iyo aad baan igu mahadnaqanaa waxaa kalena u mahadnaqayaa dadka kale ee dugsiyada kale ka imay ugu horreeyaan reer Tennessee ee aad iyo aad baan igu mahadnaqayaa iyo dadka kale meelaha badan ka yimid xilqaabka xilqaateen aad si fiican noo soo dhaweyseen wuxuuna tusayaa taageerada ku leenahay halkan aad baan mahadsantiin sawtiiba waxaanu ku jirnay socodkii loo yeeshay samawada aan dirka gudihiis ka bilownay socodkan maraykanka kulmina kimbay daba socotaa waxaad moodaa in marba ay dabayl baa socotaa waxaad moodaa inay dabayl socoto oo meel waraan tagnaba haddii hawl ahayd haddii tuulo ahayd haddii meel ahayd baa aan lagu soo dhaweynay istiridii aan soo marnay Washington ahaa
واشنطن دي سي ها سيار واشنطن ها اريال بانو لغسو دوي تاسو حان تسسا تاقرادان كلين هاي استدار سومرين دمام بطرق مركب سيدا اوتهيل با دلكينا دي تكنولوجيا دي با قادو بوك واحسان وحلقا يا وران هاي بايدوك واحسان وحروبتي دلكينا وحبوبة هاي عدالة وحكي لي دلك ما تقول بها هي عدالة عدالة هذه لحرو تظهر مريا عدالة وحولنا نك مسنامات وعدالة ويا لا نروح نكبر عين لا نروح نكبر عين لا نقول إيه عدالة تسوح بها أنت هاي عدي فلي لهاي وحن قبع أنا مسنا هاي إنه هيك أحس بوطني يو مدحونا قرنك صوص عليه لو عبد الرحمن وأنا إن أن أقول لك توحيداً إن دافي بيهاين وقبلين وباهن هاي وحنو باهن يسوعلنا بريين يسوعلنا موقتي نوي مكا تمان دادا بسشة anything other كاش كاو حلاكين يمن أم بيتوبي وانا سبتها بيجور دكا لقى بيجي بيجي تسوح يكون شيء جسا سيدا يلا بس هو دعمة يكون شيء جسا يعني تشيل دودو وحي سميان تيكورج كل بس سميان وحي سميان دكا وحبي وسين الشقين الشقيان وقبتان تاسامش كم قرن ويرته وحوله لي هواء كبح بيقول حوار قتين هاي دغالي روح كوب بيسكري سنا بقول كيبا شن استيت روح كوب كوب بيسكري سنا لايف سوا بحورا حوله وين بابين ما في العيب هذا الشيء بيا العيب هذا الشيء مركا دوار ركتا مركا وحبه عندك كتيرين مركا وحن يقول بلن قالنا حتى تاجر السيسان وسيدة عاشو تيجي تاجر السيسان إن أنتك عدالات كيرا وحكم بدلو هذه تعليت نقطه وحاض ما يابنا وحذاك سا نسدير عهورا بتم عهورا لي سووا إذا تعليت واحد نقطه سد نعم عداس خلاص صار يبصر له سد سووا إذا أنا هو مركي أنت سكوك الجلاي ده بهاي العيق مو بحنشين سكوك فري بيها لكن بل ما أنت واحد كيف فكرتها نك تومك عهورا لي هكذا سد شو قال إلا تشاهد كيرا لو أتن على كيرا بل أنت كيف فكر أنا شغال حين بقى وأنا سيبتر التاسع وحيدي شيئنا دقنا وحيكون بيسكري سيهاي انتا انو تعليم سينو هدين دكينا وحبرنو يغا دكا بالدلاي مركا وحيدي شيئنا هدو لهاي نقول ليو إنا نحيامها قبل دونا هدو لهاي نقول ليو إنا نحيامها قبل دونا وانو تشري دوني نين تمن عرورة لي وان العقبة هاي سن وعبود سيلق لها لا ترد على كيف كان أنا هين بقى معني أنت سوحة تعبت تبوي سوحة سكت شوية سوقة ده تنام حي سمينه environment هو يدلي يعني ده سوق كله يروح دور سمينه لكن ما كنا كسكول لقيا لبراءين ده هو بحنا على السيو production بون قنيا ده كل فرصة تسوق الدنيا مرة حد يشجع يا حتى تشارلز كان سيسان وحفلة يا إنه وحياه بتدري دونه إن حوله هنا قدو قدي لأيو بيلا أنتو أيو سمينا سو إنانو إنان وحكم بدل دون إن شاء الله إنو قدرت أروح أكتش لأي اللي إلهو تقوى ووضن لكن واحد يشيق إياه دفعل بالو بهاي فعل واحد يشيق إياه تلكين إسمد البو بهاي هاتين إسمد الكاكين وينو وباباي سوبال لان شرسة مجرد وحقاق تشروي إياه سوبال لان سي شرسة إتاي مجرسو لكن وحايو باعتين عد كنا حسيا عدالة تذكر عدالة ضو كينو بتكلم يرسمين كنا وقت تاوية آلية الضوء مها سنتين آلية الضوء مها سنتين وادي مها النقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بدل ما سنتهاي كيس علي جدي هذا لو حيدين بيوري إن شاء الله إبراهيم شامع علي وحلد بان إبراهيم شامع علي أهنا البرلمان كا حلبان برلمان ريت
وأود قرني سامانو كرتي إبراهيم تفضل أهلا مدح حسبي وطنا. بسم الله الرحمن الرحيم أورين وان سلام يا رير كولومبوس رجيو دمربا دليري وين سلامتا وحب حجيني يا مهضمك بلارن وان إدين سو جديني يو سيدان سو دويسين سيدان نوقع بشين يو سيدان دني هيني يا هولي هيني يو شقو يك هيني انتا صوت يعدين نوقو تمادين إذن كون نقدرين يا آدي أدوارتو مهاتسنتين مركا حكتا انتانا وقلين هذا الكيغا وحن آدو تاغيريا inkastoo dumarkuuna ay ka codsatay caashi caasha baaqeedi baan taageeraya gabadha dulmiga ku xiran todoba carruur leh tuma todoba ka carruur leh ee saqla dhexe guriga lagala baxay ee aan maxkamad la geeyin ee dibi lagu haysan ee maxaa ku dhada sidii maxaa ku dhada dowladdii hore ee aynu fridnay aad moodo inay u dhaqmiso in gabadha la sii daayo dhammaantiinna aa codkiina ku dartaan codka caasha in la sii daayo gabadha xoriyadeedii loo soo celiyo haddii qofku dembi galo waa hawl yar tahay sharcigu wuxuu waajibinayaa in la qabto laakiin sharcigu wuxuu waajibinayaa dariiq uu sharcigu dhigay in loo maro isaqda dhexe loo soo dhaco oo ciidamo tababaran oo argagixisada loogu talagalay ay u soo daataan iyadaan hubaysnayn oo bambasidan oo qarax ku xidhnayn dee ma aragono maartay wax macquula waxaan idinka codsanayaa iyada iyo dadka kale dulmiga ku xidhan in codkiina ku dartaan oo ku dhawaaqdaan in dadka xoriyadoodii loo soo celiyo intaa markaan ka baxo waa la socotaan somaliland waxay ka dhalatay dulmi runtii ma doonayo war badan deynu isuma keenseegana oo dee warku minute by minute baa dee loo kala helaa mararka qaarkood idinkaaba dee naga war badanoon annagoo hargeysa joogna dibadda wax noologa soo sheegaayo la yidhahdo waxaasaa dhacay waxaasaa jira annagoo magaalada joogna oo qurbahaba mararka qaarkood aan isidhahdaa way idinka war badan yihiin warka waynu haynaa waxaanu annagu ugu soconnaa waxa weeye inaanu idinla wadaagno aragti feker waayo waxaanu hindisaynaa oo ku tala jirnaa haddii alla yidhaha doorasada soo socota inaanu maamulka dalka la wareegno oo aanu kala wareegno xisbiga kulmiye marka waxaanu jecelahay inaanu idinla sii sheergarayno aragtiyahayaga iyo sidaanu sii u fekerayno ee mustaqbalka uga fekerayno wala socotaan somaliland waxay ka dhalatay dulmi iyo cadaalad darro wax kale kamay dhalan dulmi iyo cadaalad darro iyo sharci darro dulmi iyo cadaalad darro iyo sharci darro kuma dhismi karto somaliland waa waxay ka dhalatay waxaadna moodaa in aynu dhaxalay dhaqan siyaasadeed oo ah kii aynu la dagaalanay dagaalka la galay ee dhowr iyo tobanka sannadood dee quri caaridii aynu iskaga xoraynay inaynu isagii dib u adeegsanay oo isagii dib mataqaanaa maanta uu noogu shaqaynayo shan iyo labaatan sannadood bay jirtaa somaliland waxayna u egtahay in maanta aynu meel anugu ku tilmaami karo
halkeen ka bilownay meel ku dhow inay ku soo noqotay mar haddii aragto reer hebel baa halka ku shiray halka waxaas ka dhacay anagu yeelay meenno waxyaabaha noocaas haddii maqasho waxa weeyaan kalsoonidii dowladnimada ma aha xukuumad dowladnimada lagu qabay ayaa daciiftay dadkeennuna waxa ugu weyn aynu ku hoggaamin karnaa waxa weeye dowladnimada iyo sharciga inay hoggaansamaan oo aynu dhisno dhaqan ku dhisan sharci iyo kala dambeyn sharci inaynu mataqaanaa dhaqankaa korino somalilan haddaan usoo noqdo aragtida somalilan aan waxaan u arkaa aan u qaybin lahaa challengeska horyaala laba kooxood oo waaweyn baan qaybin lahaa qaybta kuwad waxa weeye waa recognition sidii somalilan shan iyo labaatan sannadood baynu ahayn dowlad oo aynu sheegaynaynay dowlad madax bannaan oo independent oo lasoo noqonay madax bannaanadeennii laakiin ilaa hadda ma hayno wax ictiraafa oo caalamiya dowlad qura oo aan ictiraaftay ma hayno taa micneedu waxa weeye ictiraaf ifortkii loo baahnaa gelinay iyo in kale taasu waa challengeka koowaad muddo dheerna wuu qaadan karaa waa la fahmi karaa waxaanan odhan karaa waa challengeka qurbajoogu roolka weyn ku leeyihiin waxaan xasuustaa maalintii aan la kulanay state bermanka guddoomiyuhu wuxuu weydiiyey waa maxay waxaa naga rabtaan bottlenecka bal noo sheega waxaanu qabanno annagu wax kasta oo wanaagsan dimuqraadiyad baanu samaynay nabad baanu samaynay doorashooyin baanu samaynay shan iyo labaatan sannadood iyadoo dariskaygu saa u hulcayo oo gubanayo oo qarxayo ayaanu meeshaydu tahay ammaan international maxaan ku dhahdaa communityga waanu la cooperate garanaa xagga securityga xagga burcadbadeeda dhinac walba maxaanu samaynaa oo hana odhanina afrikaanu sugaynaa waayo africa de south sudan baa de afrikee ku taallay oo shalay baa la ictiraafay idinkaa hormoodka ahaa waxa uu nagu yidhi ninka odayga ahaa aanu la hadlaynay shaqo badan bay halkan ka qabteen reer south sudan halkan united states shaqo badan bay ka qabteen taasaa keentay in maraykanku maaratay micneedu waxa weeyaan communityga halkan ku nool south sudan ayaa lobbying xoogle ka sameeyey oo dariiqyo ay u maraan helay the state bermanka iyo congresska iyo decision making bodieska united stateska oo influence weyn ku yeeshay waxaan filayaa taa roolkeediiyo horta waa laydinka sugayaa haddaad tihiin qurbajooga halkan ku nool waxaana taa ku heli kartaan idinkoo midaysan idinkoo aan ku kala qaybsanayn xisbiyo idinkoo aan ku kala qaybsanayn reero idinkoo aan ku kala qaybsanayn deegaan idinkoo ku midaysan qabdiyadda iyada ah dadku hadday wax ku kala qaybsan yihiin wax kale ku midaysan yihiin waxaa fiican had iyo jeer in bini-aadamku waxay ku midaysan yihiin inay ka wada shaqeeyaan waxay ku kala qaybsan yihiinna in gees layska dhigto marka waxay aad ku midaysan tihiin oo qadiyadaasa inaad ka wada shaqeysaan oo dadaalkiina wada gelisaan challengeka labaad ee somalilan hortaagan waxa weeye anagu nagu soo beegan aanu isleenahay haddii aanu dhaxallo xukunka somalilan runtii waa ka ugu adag waxa weeye in aanu abuurno ama la abuuro dowlad representative ah oo cid walba ka wakiila waa filayaa inaad fahmaysaan micnaheeda dowlad responsible ah oo waddanka waxaa ka dhacaya responsibilitygeeda iyadu qaadata dowlad accountable ah
ودك أكونتهم بلوا أو وحيدونتو أن سمين كرين دولة كل سن رول أوف لو دولة شرعي وكسر ريو دولة دولة كل قمتا محانكو هذا عدالة ومعنيه دوي هاي إن ددك مواطنين تاهي أي أسميهين عدالة ماها judicial justice أو قرى المحكمة لها أو لباتوه اللي كتاكتا يرونتي لكن إن أي كتبتو equal opportunities إن أنك لاسخورة كودشا إيكا سيلع كودشا إيكا بربرا كودشا إيكا رجيسة كودشا أي equal opportunities ليهين دولة رسبت غريسة أو احترامتا أو كبعيسة أو إلانيسة حقوق ذا آدمه وحيابها دولة سومالا كدلتي أما قوسة صدا كيني واحد كميدا كتما صدا حقوق ذا مواطنين تا إيكوك عجتي دولة ديسيطة سي اينو دولدا اوغا فغانو وا اينو كورينا او ان هان كودا لا حوجينا دقنكا اه ان ددك بني ادمي اه ددك مواطنين تا حقوقودا لا دورو او اوغو ريو حق حريه القول تاسو مليد بيهاي ان صحافه حريه دودا لو دورو يدا وسلمك دولت اي مسؤول كتاي ان صحافه اي سي ريسبونسبل او دغتو او اني دي حقوق ددك ايده لفتي كو حد كوبين اما عندنا علي كو حد كوبين ان دولت سفحاله واخ لو يقانا واخ ليلا جود جوفرمنت اما جود جوفرنس دولت نوع عاسا سيدينو ودي سلاي that's the challenge challenge ka xisbigeega haysta ee kulmiye ku feel garoobay ee aan isku deeyna waa challenge kaasu waa ka waa challenge baahna inaan u diyaar garowno waa challenge aan u baahnaay in inaan qurbajooga kala tashanno waayo qurbajooga waxaan ku doomayna aqoon badan waxaan ku doomayna hadaarad iyo ilbaxnimo sare oo ay ku dhixneen yihiin in wax kaga soo duxeen oo ay noo soo gudbin karaan waxaan ku toomaynaa skills iyo farsamo ku saabsan maamulka iyo dawladnimada iyo sharciga in ay hadii badnaayna dheer yihiin qurbajooga kama rabno نين غير هبل كما ربنا اما نين غير هبل متلا اما ما غير هبل كو سودا او خيل دونيه كما ربنا نين علمي لور ديانو كما ربنا نين اقون نو ودا وحانو هلو اقوم بان او جعلها انغو لعق لعقتا كون جير بان اقونتا كجعلها وايو ان اقونتا يدا لعقتا سميسا إلى أبوري كرتا إلى دالي كرتا لعبتو هدان أقواني هقاوينين فراع دحدو ذي كبا حيسا واللوائي وحالا وحاي ترسا ما جبتو عندك تشالنج كيغو هنتي و تشالنج أذك وانو إذين كبا هنهاي إنا كنتربيوشي كينا كقارتان kursigi reer hebel ba banan ninowna ku soo tala gelin way reer hebel halkaaba way ka buuxaan halkaaba way joogaan xaggaas ay ku badan yihiin ninkii maxaan ku raadaa quuraya ama awoodi kara in uu sacrifice u sameeyo dalkiisa oo aqoonta oo halkan kaga halkan ba kaga shaqeysanayo halkan ba looga baahan yahay halkan uu
متقنا لقيت عليه نو كنا ونومها نقينا إير رالجا هو واحد جال هاي مركة ثال جاي ما تو ولا قربتشوكا والله ضيع قربتشوكا مركة لجاي ما تو إنتاس واحد جال هاي إن رول كنا أما رول كأقول إن هي the challenges كاس فرح بدن أما أنا جهنم قطع كستوا هن قطع هايستا عد كستا أو حكومة تماطة رول كأقول رول وين بقول إن هي مركة لجاي ما تو كا the international كا recognition كا وحن تلمابلها صدح غضب ومدام في ليه إن تلمامي أو إن أنا رشر جريستان ده قونت يسكيلس كي يحفظها هي يو نولج كوحة تغنين إن ده دكي إن رشر جريستان أما على الأقل حتى ما هحل وحة غصبين كرا ده سكول يجتمع عضو يو حب إنستيشنز اللي حلو توبرات كرا إن إيمان كرتان أو مدقابن أو ترين كرين كرتان واحد ترين من دخاتيرة أو سكاتريس تدرك سكاتريس متشوجان أو دو أو runtii ninkii ugu muhiimsanaa uu dhintay Cabdishakuur Shaqaale Johor oo kamid ahaa waa garanaysan oo si talantaaliya nimba dhowr bilood u yimaado dalka oo basiska uu qaabiro dabadeedna markuu tago nin kale yimaado iyaga wada xiriiray iyaga sameeyay yaani wax weyn 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 bay ka tareen xanuunada maskaxduna Soomaaliland aad bay ugu badan yihiin boqos dagaal dagaaladii dhacay iyo dhibaatooyinka iyo maamulxumada waxa kale oo u arkaa rool weyn inaad ka qaadan kartaan inaad dhaqaalaha dalka investment aad ku sameysaan waxa halkan inala jooga nin aan aad uga helay aan Dubai ku kulanay oo 2012-kii oo mashruuc aad u wanaagsan halkan oo hay'ad degan oo maanta waxaan isku soo baxnay runtii oo mashruuc aad interesting u ah ka sameeyay dalkii dalka waa ogtiino helibun baa lagu cunaa red meat baa lagu cunaa kalluunkana badda ma gelin naqaano oo ma soo guranno digaagna ma dhaqanno ninkaasi mashruucii ugu horeeyay digaagga loo sameeyay beedka yaban baa loo keen jiray beedka haddeer oo ka iibsanaa maalin dhowna hilibkii digaagga aan qalan doonaa wax weyn buu dayetkii dadka iyo maxaa quraadaa iyo dhaqaalahaba uu ku soo kordhinayaa mashaariic kos badan maaha mashaariic noocaas oo fara badan ayaa ku dari kartaan halkan iyo xagaaba uu ka dhexeeya waddanka investment waa gashan kartaan waddanku waa dahan yahay opportunitiesku waa badan yihiin haddaad timaadaan waxa waa la yaabaysaan waxa inta opportunities ka jira xagga dhaqaalaha waxa kale oo aad uga shaqeeyay waddanka xoog weyn voluntary sectorka voluntary sectorku role weyn buu runtii ciyaaraa voluntary sectorka laftiisa inaad xoojisaan NGO-yada iyo dadka volunteerka waanu jeclaan lahayn inaan waqti intaa ka badan aan soo helo waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu اللي مهند الله إنها تكون مهندسية وارون وقت كان هو كسر نقضي مركز ورا وقت كان لهم يرالي جاهو أو تيم كان غير هذاي أب بعض مهندسين تاعي هل دبان إبراهيم شام علي ريتة هذا الله قريب بدن بتشيل سي وقت كورا نقول عديدي هذا هو حنو يرديا أمباسطور محمد علي أوه ماذا حدا حس بيجا وداني تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مرك هراء دمانتين رقية الدمر بعض الصحافة حسبك يمرتضى هو قامريو دومي برلمان كان قدامي حسب قداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بما حدلي أنا قول نبات قبلنا يدين هو نبات اسمه كان كاني عاوين عنكو خلانو سفر که اگر او خواهد این لش هایی کلیت از ورایشی ایو پد تشی آن را دیگر نمی دانیم خود مرنی مگر این خواهیم مرکان مرنی مگر از یاتل و هنر اصلاحین
idinka badan mayso oo dad aad u qaab habaysan baad u timaadeen oo xaggiina wayba soo eegayeen laakiin waxaan idin leeahay idinkaaba ka firfircoone khayr allah idin siiyo mahadaa ilaahay ka sokow aad baan idinku mahadnaqanaa si fiican ee intii aanu columbus xaggaa soo dhignay shalay ilaa maanta ilaa hadda aad noo soo dhoweyseen aad noo karaamayseen allah idin karaameeyo idinkii ubadkiina dhammaantiinba waqti badan ma hayo laba arrimood ta koowaad waa idinka ta labaadna waa somalilan iyo annaga xisbiga ta idinka kolleyto waxaa la yidhi hebel mana waa la socdaan oo meel wada joogaan warnaysama sheekana dadka uma kala warranno idinkaaba nooga warran inta badan sii la yidhi waad ogtihiin oo maanta adduunkii meel baan isugu keenay idinka waxaa la yidhi ninkii tiisaba dar yeela baa walaalkiina wax tara idinka waxaa idinku boorinayaa midnimo markaa idinku midnimo yeelataan halkanaad ku noolaan kartaan idinka oo ah dhibaatooyinka jira oo dhan iska kaashanaya ubadka halkan ku dhalanayana iyo kuwa ee ku kori doonana u samaynaya inay yeeshaan midnimo iyo wadajir ay kula xidhiidhaan dalkoogii oo aanay hore uga go'in haddii kale waa ogtihiin dhibaatadu intay leeg tahay iyo waxay noqon doonaan da'da saddexaad baa odhan doonta awoogay baa ka yimiday afrika migrant that came from africa taa in laga ilaaliyo waxoogaa idinka baan idinku boorinayaa waa dhibaato taagan waanad wada ogtihiin dalka dhibaatada ka taaganna waa ogtihiin intiina badani waa tagteen maraykanka iyo magaalada inaad joogtaan sida u qurux badan tahay maanta waxoogaa baan soo wareegno waa aragteen iskamay samaysmine dhul waxayn aad u dhibaato badan dad baa ka dhigay inagama xoog waaweynayn isku mid unbaan ahayne maskaxda unbaa laysiya dhaaftayo maskaxdooda unbaa si kale u fikirisay oo teenna ka duwanayd dalkeennaan intiina tagtay waa aragteen maanta siduu yahay waxaan idinku codsanannaa marka hadda dhibaatada qabno waa ogtihiin dadka qurbajooga dad baa la masruufaa jeebkiina waa la faqaa abaarihii dhacaymiga waad ogtihiin sida wax ugu qabateen khayr allah idinka siiyo laakiin hadda cidhiidhi kale aan idinku codsanno inaad cidhiidhidaan oo dalkii waxa ugu weyn ee dhibaatooyinka waaweyn ee taagan waxaa ka mid a shaqo la'aanta oo kaliftay dhallinyaradeennii inay maalin walba badaha ku dhammaadaan isku daya qof qof bay ahayeen markii hore oo guryaan dhisannay oo deenni walba reerkoogan wuxuu u tari karay wuu tuuraa laakiin bal inaan intaa in ka badan tallaabo ka duwan la qaado oo inta laysu tago mashaariic ha la geeyo si dadku shaqo uga helaan oo atliast aad u badbaadisaan ubadkaa badaha ku dhammaanaya xisbi ahaan annagu dhibaatooyinka haddala ka jira aan wada ognahay baan rabnaa inaan wax ka bedelno oo aan dalka wax ku soo kordhinno waa laga yaabaa in ree kulmiye halkan joogaan ma aha wax dhibaata kursiga inaanu nahno bal aan idinka riixno idinka waa idiin bogi weyne waxaa nin baa isagoo baylahadiisii wata baa nin u yimido markaasuu yidhi war waan hallowsanahay oo jihadii baa iga luntay itilmaan ninkii wuxuu ku yidhi afarta jiho ma kala garanaysaa maya buu yidhi wuu ka yar aamusa shaqadiisiiba iska watay waan ku sugayay maxaad waxyu odhan weyduido dee haddaad jahayinka aanad kala garanayne in gacanta lagu qabto baad u baahan tahay tilmaan uma baahnid buu yidhi marka waxaan leenahay waxay kulmiya tilmaan dambe wax kuma keenayaane meesha in laga yar kaxeeyo bay u baahan yihiin haddaadna taageertaan idin odhamayne waxaanu idin leenahay na taageera danta dalkaanu u soconnaa inaanu wax ka qabanne warkaanu sidnay dee guddoomiyihii xisbigaa nala socda oo waxba ku talax tegi maayo waqtiguna uu gaaban yahay isagaan u dhaafi laakiin annaga waxaan uu soconnaa waa labada arrimood ayaan aniga isku koobay inaad dantiinna idinku horta eegataan midnimadiinna eegataan horseedaad ka noqotaan inaad inta kale ee waddanka maraykankan iyo north americana aad intaa dad iska saartaan aad xidhiir la samaysaan dalka wixii aad u qaban lahaydeen ama ictiraaf raadiya oo saaxiibba la'aan idinaynama waxaynaguina siin mayse saaxiibba ka raadiya halkan dantiinana raaca oo idinku isku tashada annagana taageera tala iyo arrini adduunba waa idinka fadhinaa reer kolombosow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay maxamed cali
هذا واحد دكتور يريان سكيم برايا إن شاء الله ما يقوي منايا إنجنير عبد الرحمن محمد مجان وكم إذا ماذا هذا حسب قوتني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير كولومبوس وي سلاميين أد أيهما ما يتسنتين سولويت ونكسن وحن إذا جسدنا دان هاي وفتيجا ودني سلام تيران ودلكي هو يو أنا إذا جسدنا وحكلون مرتي إذا كان هاي تاجرو حسبي تاريخ أي سمين إنسان حسبيجا ودني ما أنت وحوي حسبي وقول فرصة دوين إن أوغان كدرك قبته لقاب بلابا لبا دكون يتدوي توكا إنتي أن لكل مني تكلم حوي مد لقيا بيني يديك لفتي نده خصيصا إنتي أن لكل مني ما دح ذا دلكني ودكيني لبا ذا مركان كلا هذا نوع اعتراف كإياه ولا لمدك وحي له ذا صاحب مكل دين كونغرسك صاحب مكل دين سنتك ده واحد أمه لنا يا نندل كلا تشوجا أما مثلا أنا كندي ده صاحب بس أنا ويا شوي عدكت عندك لو شيء ده أي رنتي ده ده واحد ويا ودينتينا مريكانكو ده هيدي سمياء صاحب بلاد وأنا سهل سيد الله سمياء صاحب بلاد ويا ده كان كونغرسك سنتك ودي كيدي بعدين ما أوران كرتان ذلك اعتراف مقارن ولي وهو كان أصعنه ولكن إذا قف كلية أي أحد تحرير سماك راه ما هذا ما لسان تدفر بدن أو ترى بدن له ولا يسوين بيلين ذلك كان واحد كبر بدن واحد ويه اللي هو دول ديمقراطية واحد كبر بدن ذلك فوتي كسمية وأنا إدينك ما كا دور وين بك يا ركريسان سيدي سمايل الاعتراف أقول له سيدي سومالي ناد أقول يا لنا له صاحب فر بدل نين إمك هل كان ينتج جا أو أتلانتا كييني دو أتلانتا أو كفوق واشنطن أيوة سمي يحديد بدل بلما بدل صاحب بدل كونغرس السنة با وحوي محمود آدم دير هذا نك هل كان جوا أبو سلام ما والله ما هبل قينا runti wax weyn ayuu sameeyay qof kasto idinka idinka midina taa uu sameyn karaa marka waxaan idiga codsanaynaa in ay dalkan ay idii joogtaan ka muuqataan xiriir weyn sameeyaan taas ayaan idiga codsanaynaa talabaad wad ogtihiin dalkeenii dhibaatooyin badan ba ka taagan oo kamid tahay taariibta oo kamid tahay shaqalaanta هذا هو رياضة شغلانتا حسب جانو هو كنت دايل دونا إنه شغل أبوره نال يرادا متعلمينها يق ومدينا شعب كنا إنه شغل أبوره ذلك جديسة يد بديسة تبديسة هو كأبور أبور كريا أو قرشة إنه كجتة إن أنا أيضا حتى ولي اعتراف لهيلين لا حلنا ذلك تبدأ ولا يصارنا ويا ذلك قربا تبدأ هو عنده فيال ماها خطرات ماها عري وحدت بيقولوا فيان تتكاسا صور شغية ما إنك لفت نتاون سمين كرينا تاس أيان كد ذالينا حتى أنا أحس بيقو وطني تكالي ميدي روك هلو أه لغي يابو إني دي إديك اللي تفيني تخصيصو دل غرباء باتشوبتان دل تد دل عروتين واحد لقيه بدينا إن بدل ما نعرفه ده أنا كلفت أنا كم بدنا كرلو عروت هذي أنا مثلا أفتي كهاد لين أنا دقن كي ما كيف هو هذا تاو حلقو سماع كرا situation win win أنا كرا يجي واحد ويجي ما كحس بيجا ما كهادي كريدت يلتنا ده أنا كريدت كله إنك استوى هاد واحد وين هذا لو حوية هذه صورتك اللي ويدنا وأنا جا وحوية سيتويشن وين وينا ما هذا قربتشو تهين دليل هذا حبلها هي قوة
dalkii jooga ee qaran jooga ama gobolka jooga waxa boor inaan dalkii tagtaan oo dadka arrintaas isbarato oo mid qurba jooga mid qaran jooga guursado situation when we have in Kenya ki qurba jooga wuxuu helay advantage uu ka helay qaran joogi and opposite marka taalafteeda haddii sameysan waxa lagu soo dhigay dalkii أنا مو إما كادي ده أنا هي ما جرت وأكو فكرنا إذا أنا وعيد هي إما كا وأكو ما هزت مرة بعد هذا را واحد سجناء وسينير حل بانكي أو ذا قرن إنسان هل كان إما كشوفت أنا لاسير إدين كويبي وعبد القادر إسماعيل أجعل تشيرك تفضل تلقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملا سينيوري تيغا دا أبا دوا سعوتي هذا الذي دوا انتي ورنوا ليري وحي دلك قده سي يو أهرمها أنا قدومية أيا ينو قوبا قبين دونو كهال دونا سيدا رأيت الشيغي دولد أشخاص معها ومؤسسات مؤسسات قد ايه كاحو مادان انستيوشن اسكو قفك واحد المطري كرو لكن سادو انستيوشن كل سنة وكاك سيئة هاي قفك سيغل دانو سوق قلا انستيوشن كان اسكما قبطة اما صحابة مركا واحوي مؤسسات كيني ويد اسمين لكن ساسي قابسة انو بارلمان كسيغالية طبان سنضود ايان كسوشري قدينو تاريخ دا بارلمان كدبو قوير نغنو وانشغالين ان ادلا غيب صدو baarlamaankan maanta aanu ku jiraay abd alrahman gudoomiye uu yahay waa baarlamaankii afraad anagu maanna bilaabin saddex baarlamaan hore Soomaaliland soo yeelatay baarlamaankii hore wuxuu ahaa 91 to 93 oo golihii dhexe SNM oo la balaariyay oo bar iyo galbeedna loo talaabiyay ayuu ahaa waa wuxuu la kulmay markaa waa dawladda ay la naxariistay abd alrahman maxamed cali iyo xasan ciise jaamac baarlamaankii labaad wuxuu ahaa kii boorama lagu soo dhisay oo 93 kii boorama lagu soo dhisay oo laba aqal markaa la sameeyay markii hore aqal kaliya ahaa golaha guurtida ma jirin golaha guurtida lagu soo kordhiyay baarlamaanka waxa gudoomiye ka ahaa Alawna Xariiste Ibraahim Biyag ayaa fayanka ka ahaa madaxweynaha waqtiga wuxuu ahaa Alawna Xariiste Maxamed Ibraahim Ciigal عبد الرحمن وعلي فارحنا وحوا مدحوين وكوحيين بارلمان كي صدحات شركي 97 كي يسال لغو قبطي بارلمان كي لغو صور لسي أيوها بارلمان كاس أيانا لغو حبين كان نقضي بارلمان بيلا كل سن أيوها ودي انتا سبب بيلا أيانا لغو صور سعوني صدح يطبان عاقل أيو سلطان محمد سلطان فارح أيو سلطان سيحين كاسين وقلها وكيل نوغان نقضي ورقد دي وليوان هيا بارلمان كا قدومي وحنو نقضى لنا حيستي قيبي أنا قلنا كحيين مكا وبارلمان كي سدحات بارلمان كي أفراد وبارلمان كا نقول نسيف كبادن عد كي يميسو لصو دورتي وبارلمان كان عبد الرحمن قدومي كان نقضي باشا فارح باشا محمد فارح يا علي سناي كين حقينه أن حبين بانكا هاي لغا صوت دورتي قبل كمرودي تشيح مركا مؤسسات كساسي وصول اسمه بارلمان كتاب وصول كوري وبارلمان كي أفراد كي شراد بين نسوغي ناي مكا 2017 مدحويني ياشا الله مدها يقونا الله نحريستي دي انتي لمتي مدحويني هي شراد بين نسوغي مكا سوغي ناي marka dawlad muassasad lahayd oo soo socotay ayaynu ahayn halka maanta dhaliisu ka taagan tahay waxa weeye muassasadkii ma hana qaadeen mise ma hana qaadin hadii muassasadku hana qaadin waayaan xukunku wuxuu noqonayaa personal rule oo qawaaniinta iyo nidaamkii ayaa iskala tagaya marka maanta waxaa laga cawdaa waxa weeye muassasadkii sidii loogu talagalay
مؤسسدنا ما هذا هو استراكشر يا قوانين يا بروسيجر يا هبل وكلا بحه وقفكم نقاشيو وقفكم ولي ما دف في فرعوني لكن زمان وقفكم مؤسسة دي سووا يشوا قينون كنا شقين مايو بعد مدة إن سوشيال ندي إني إن أنا دسمين أي حرد نحن كحر دمين baan tahay wax loo baahan yahay trendkaasi inuu halka ku soo afjarmo oo aynu dhisno dawlad muassasad ku shaqeysa hadii la ay ku guuleeyo xisbigan oo abdirahmaan madaxweyne noqdo talada abdirahmaan ku sii deynmayno muassasad ka saa xukumaaya abdirahmaan wuxuu noqonayaa madaxii qaranka ee saddex hay'adood oo kala madax banaan ayuu u noqonayaa garsoorkii oo madax banaan baarlamaankii oo madax banaan iyo waaxdii fulinta golaha wasiirada oo madax banaan saddexdaa waaxdooda is miisaami waayaan haba ma socdaan maantana waxaanu taaganahay waxa weeye hay'adihii ma sinna awooddii oo dhammi waxay isugu ururtay executive-kii sababtoo ah مؤسسات كي كريدن لها باور خلص ما هيو بعدين ما نقضوا هذه مؤسسات كل اسم وايان باور كي عدبو ناتشر اللي قورو ريا اما هاتش على طمية نتش على عنه مركان نقو حدوني انها دولة مؤسسات كي دو بسيهين اونقو في سنين وحوي idinka waxa weyn baan idinka baahanahay waxa joogtaan dalal muassasad institutions qofka ka weyn yihiin oo qofku hoos toogo muassasada aanu lahayn isagu aanu ku tagri fari karin aanu regulations iyo procedures ki boqolaalka sanado soo jiray aanu qalin kale ku duugi karin aanu bedeli karin khibradda ay nooga faa'iideysan ayaanu doonaynaa khibradda in nooga faa'iideysan baanu doonaynaa doorashadu waxa weeye lacag badan baa ku baxda institute ku yaala Nairobi oo la yiraahdo Rift Valley Institute ayaa wuxuu qiimeeyay doorashadii 2012 ee dowladaha hoose qarashka Soomaaliland kaga baxay waxa ka soo baxay waxa laga arkay goxo 50 million US dollars baa ku baxay doorashada dowladaha hoose oo ka baxay musharrixiintii taageerayaashii iyo xisaabtii doorashada malaha tii Mareykanka bay ku dhowdahayd ee horta UK intaas kuma baxdo idinka markaa fikir iyo maskax iyo caqli iyo waayaraagnimo aanu ka rabnaa waxaanu ka rabnaa in naga caawisaan oo xisbigani ma heli karo lacag intaa leeg dadkeennuna umay baran dadka gudaha jooga in xisbiga subscription lagu galo oo la bixiyo xisbiga waa loo soo qaadan doontaa waa loo soo qaadan doontaa ma yaqaanaan qaraanka may baran waxaanu ka rabnaa gacan weyn oo shardi leh laakiin Soomaali hor doorkii hore aan ku wey qoladii qurba joogaa sida uu reeta yiri war qaraankana bixiyo taladana keena laakiin lacagta ka daba imanina lacagta ka daba imanina oo marka reer Ebal wax doonayo halkaas uu buuxa reer Ebal halka oo isul farfadhiya bari baa marka nin qurbaha ka yimaada ayaa wasiiradu kala booban nin walba reerkiisa kaxeeya maasi qada geeyaan oo halkan geeyaan oo halkan geeyaan nasiixa ma yahayn bal inuu kursiga ku soo socdo iyo in kale ayaa la hubinaya waa la baadhayaa toro muxuu doonayaa kayna weerka ay madad ka naxaysa war makii ku bedeli lahaaba xoogaa raw si taay marka shaki gaana naga saaro ilmaha jiray oo lacagta ka dabay manina kowde teeda kale system baynu gaadanay doorasho oo doorasho hoobayna aqoon oo weeda wixii naga dhacay doorashooyinkii hore barlaba dawladdi sibalka ay 69 xisbi ayaa tartamay markii uu dambeeyay 69 69 xisbi
مركي دستورك اللي سميني يوضو طالع عبسي قبو أيام ديمقراطية دين الضبر اللي قحرك واحد اللي يسلح جيليا الله قصوه صار ديمقراطية دواء قدب وانو اقنهي ودن موادن او دونين السوش الرحو أيام اللي هو يكابو حسنتي ميل خوكو بنانين مجرتو لكن سمحاك يعني كلية كي ورينا قاري وحي ورينا قاري iyaduna constitutionku wax xiran ma aha hadii loo bislaado qaab kale looga wareego waa la heli doonaa oo saddexda xisbiyo ka door bay ku yihiin oo nin independentis ma soo sharaxi karo laakiin soo ogaada kalgacayl nooma geynin xurriyad naciib nooma geynin dimuqraadiyad diidnimo nooma geynin laakiin waxa noo geeyay xulaylkii oo ayna soo maray oo seenu uga badbaadnaa inuu reer waliba maanta xisbi furto سجل عزيمت بيكنت، مركيان دستور كده ده إن سجل عزيمت بيكنت، واحد نقول ناي، ما أنت رير كلي هدوس هذا راعه، هو كبر ناعه، تدي بيرسنت، مكيني خروعت كلا كده دونه ينيك ملحوينها، تدي بيرسنت، 25%، 20% ورير كنا قنايا، هدي آهنو كلا عارم، رير ميل وده مرانة ما بيجروا تاس، يد هرانو سوارين، رير ميل وده مرا، ما بيجروا تاس. مركا وحوي النظام كان وحك يعني عبسها يعني حزب رهيرين وقصة ما يسمين حزب اللي وده ليه يا هاي وضني نوح ونقرا يا إمي كبي يا هاي طريق يصير إنه كتشوقنا حزب اللي وده ليه يا هاي والأوكي هاي وأنا قبض حرصور بانها أورك مرك يا هاي رير وليس رير كودع ريركا أي كودع مرك وليس حزب نقدنا ده ولا سوى أكتاجا مركا قولي عريس وكل عيو سمرة ولا سوي من أيام مشي أروى عبد الرحمن إما كدوا عنو ذا شغيني نيم مدرر عنو برلمان كود شري وانين غول كقاو كذا بيا كان لا يا إذا كبر خاطيا ولي بس إذا سألنا كوسي ديني نادي ريتي anu shaabuk dowa sidan doona anu oran doona warkada la guri doona taa waxaan ka bal qaadina wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام يا دمانتين. سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا هنا ولاته. وحنطي بحضر الله الله سوچه دينيا جايد سمالي لان استيت كوهايو تنسي شيكاغو كتاكي يستيت كلا كسوغي مقالي مناسبة دمبا وحن مرلوان محضر ايا سيب وحدة جايد سمالي لان لاما حسبك هي ملاحة حسبك إن الله كل الله إنت على الله كل مكرمنا هي ذي هدولة مريكة صلى الله عليه وسلم كل الله شال إذا سؤال الآن تصدح عندهم حيا الله كل الله ماذا حدا يلا ما حس في وطني يتغير يا شيسة تعود بس هو حيا الله كل الله شخصياتك أما ضدك الطنين يا سومالي لان هي شركة ها أما قنا عزت هذا مرأي كان الطنين يا سومالي لان أنت يا راجل تشوفني ضرب جوال وحنوغا خول وحنوغا صورة قلعي أنا أنه لك ولا أنه وسارة داري بدي بدي مرأيك كام يستيد ديبارمنتك وها ماشا لگه چنگویو سیاست دیده دیم ریکن، وانو کلولو کلونای پارلمان که دلک ریکن لودی ساقل، وانو کلولو کلونه دکالما دا بهسا، اما او قابل سن کالما دا، دلک ریکن USAID، وانو کلولو کلونای یسیتیس که سیاست دم ریکن لگه چنگویو بیکمی دا، آه Heritage Foundation. دمنتود وحنو كلها الله أهمها السمان الله وحنو كلها الله هو المركز السمان الله وحنو الله هو الرمي أبارها طرشوينك ديوانجلينتا هي باهياك على السمان الله هي اعترافك السمان الله انتبه وحنو يوم غطي الكاس وحنو يصب حضي يقرب تشوفه أرنت اعترافك ودور وين كلية وأيو تضمريك لاتين هذا فهدورتان كونغرسمن وهدورتان سنتريس تاسيوحا يدي سهليسا إن أتصامل في الأطار دوتك أدورتان كلنا هذا الشان أخيراً هذا الشمال الآن سيدهلك الله يديك الشيغي شريد دستو السودان مركي اللي اعتلاف يدى الكيدة كالي مهمة كل هاي الأرنتاس وحقا وكالي طاق اللمضة إنا قادة كريستاني دمكونا شريد دهان وحقا شعلاهي إنا نو كلمة دوت كيدا هذا برنامج كه سياسي جاي حسبي أنا صوفر نقلي بشي كوي تقنات صمت كي هون برنامج كاس وحكي لي سان ويب سايت كي حسبي هي مربضا او كتشيرا انترنت كا اسمه فقرا الصومالي هي اسمه فقرا انتي نقول لي اف صومالي اف انجليزي برنامج كي حسبي وكل شيء يقول لك أنها تقول 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 أنها تقول
inay qayb ka qaataan arrimaha Soomaaliland oo ay saameyn badan san qabo ku yeelan karaan. Injineer Magan wuxuu tusay Axmed Aadan Dheri runtii tusaale wanaagsan buu noqon karaa. Wuu dadaalay, wuxuu la xidhiidhay saaxiibo badan u leeyahay, wuxuu la xidhiidhay wasaaradda arrimaha dowladda, wuxuu la xidhiidhay senatka, wuxuu la xidhiidhay kongreska. Marka intaa idinku dhammaantiin waa qaban kartaa, soo ma qaban kartaan? Axmedna waa mahadsanyahay idinku intaa leg waa qaban kartaan. Aad iyo aad oo mahadsantihiin. Waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweyntiinna, waxaan idinka mahadnaqaynaa midnimada idinka muuqata jaaliyad ahaan. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha guulaysato. Waa mahadsantihiin.